اختيار الاردن كطبعا ضيف شرف السنه دي للمعرض اعتقد انه كمان كان اختيار الحقيقه موفق جدا خاصه وانه الشعب المصري والشعب الاردني هم شعوب قريبه جدا من بعض وبتحب بعض جدا نحن عندنا ثقافه عربيه واحده في النهايه ولدينا الكثير من المشترك الثقافي الذي لابد ان نبني عليه كان اختيار المملكه الاردنيه الهاشميه آه. الحقيقه مصدر اسعاد لنا نظرا لمكانتها الثقافيه مكانتها الحضاريه آه، الاردن آه ذات حضاره قديمه وطبيعه فريده وتنوع ثقافي خلاب هذه دوره لها طبيعه عربيه كما ان لها طبيعه دوليه ايضا صحيح خلينا نتكلم شويه عن اللمحات الانسانيه اللي موجوده في المعرض كل التسهيلات اللي بتقدموها لاصحاب الهمم كل المساعدات اللي بتقدموها لكبار السن آه يعني الحقيقه انه كمان اللمحه الانسانيه اللي بتكون دايما موجوده في معرض الكتاب وتحديدا اللي موجوده السنه دي طبعا هي اكيد لمحه مهمه جدا جدا وكمان لمحه مشرفه بشكل كبير جدا بالتاكيد هذا يعكس رؤيه الدوله المصريه والقياده المصريه لمساعده قادرون باختلاف آه. ولذلك المعرض فتح أبوابه لقادرين باختلاف مجالا لتويهم كل التسهيلات المقدمة لهم للدخول خصومات خاصة لهم للكتب لدينا الكثير من المبادرات التي تستوعب الجميع نحن ساحة للكل وليس لفئة بعينها